بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المصنف عمر النسبي رحمه الله بعد أن تحدث عن حقائق الأشياء والعلم بها يتحدث عن أسباب العلم ويقول: وأسباب العلم ثلاثة للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. ثم يبين كل واحد منها. إذن ما هو يعني باعث لبيان أسباب العلم في هذا المكان؟ بيّن هذا الباعث حسام الدين في حاشيته: لما أثبت المصنف بالحق أثبت العلم، لما أثبت العلم بالحقائق ردا على الصوفسطائية، وكان منشأ إنكارهم الطعن في الحس وبداهة العقل أو النظر المتفرع عليهما، عقبه بإثبات الحس والعقل. هذا هو باعث لبيان أسباب العلم هنا. أسباب العلم ليس من مسائل علم الكلام، كما أن إثبات حقائق الأشياء والعلم بها ليس من مسائل علم الكلام، مع ذلك صدر هذا البحث لباعث كما بيّن. نعم، العلم أثبت العلم بالحقائق ردا على الصوفسطائية كما شرحنا سابقا. ثم وكان منشأ إنكارهم إنكار الفلاسفة الصوفسطائية الطعن في الحس، هم طعنوا في الحس، كذلك في بداهة العقل، كذلك في النظر المتفرع عليهما، يعني على الضروريات، النظريات فرع البديهيات، هكذا قالوا. عقبه بإثبات الحس والعقل فقال: وأسباب العلم ثلاثة، إشارة إلى إثبات السببين المطعونين. هما طعنوا في سببين، لكن هذان سببان ثابتان. الطعن في هذين السببين عناد كما ذكرنا، مجرد عناد. ثم مع ذلك هو زاد سببا ثالثا، مع زيادة سبب ثالث مبالغة في تصحيح تحقق العلم بحقائق الأشياء. ما هو السبب الثالث؟ يعني هو الخبر الصادق. نعم. ثم وإنما أتى بالاسم الظاهر دون الضمير، يعني هنا قال: وأسباب العلم، كان يكفي أن يقول وأسبابه، لكن لو قال وأسبابه يكون إيهام، لأجل ذلك أتى بالاسم الظاهر دون الضمير كما هو الظاهر، لئلا يتوهم عوده إلى العلم المتعلق بجنس حقائق الأشياء. يعني لو أتى بضمير فالضمير يرجع إلى العلم بحقائق الأشياء، فإذا يمكن أن يتهم. هذه الأسباب الثلاثة لتحصيل العلم المتعلق بحقائق الأشياء، هكذا يوهى يهم تخصيص، مع أن المراد بيان أسباب العلم من غير ملاحظة إضافته إلى شيء. نعم. ثم بعد ذلك وأسباب العلم ثلاثة. نعم، هناك الشارح تفتازاني رحمه الله يعرف العلم. ما هو العلم؟ العلم وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. هذا هو تعريف العلم. هذا العلم عند
متكلمين، نعم العلم هذا عند المتكلمين، نعم أو عند علماء الشرع. أما العلم عند الفلاسفة هو حصول صورة الشيء عند العقل، أو صورة حاصلة عند العقل، هكذا هم يقولون. لكن ليس هكذا حصول صورة عند العقل ولا صورة حاصلة عند العقل حقيقة وفي نفس الأمر، هكذا ليس صورة. لو كان هكذا هناك فساد كبير، مثلا رجل يعلم زيدا، كيف يعلمه؟ لو كان علمه بمعنى حضور صورته، فالمعلوم لا يكون زيدا بل يكون صورة زيد، فيتعذر العلم بزيد. هذا مثال. هكذا المعلومات كلها تكون صور للأشياء لا تكون الأشياء، لأجل ذلك المتكلمون أنكروا هذا التعريف ونفوا هذا العلم بهذا المعنى، نعم الذي يقول به الفلاسفة. أما هذا صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، يتجلى يعني يظهر بهذه الصفة. ماذا يظهر؟ المذكور. ما معنى المذكور؟ هو شرح بقوله أي يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه. هذا ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه، هذا معنى المذكور. لمن يتضح ويظهر ويتجلى، لمن قامت هذه الصفة به له يظهر، نعم. فإذا هو يحترز بقوله لمن قامت هي به، كما يذكر يعني عصام الدين في حاشيته، لم يكتفي بقوله يتجلى بها المذكور، لماذا؟ بل قال يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، لأن النور صفة يتجلى بها المذكور، النور أيضا هكذا يتجلى بها المذكور، وكذا كل صفة مما يتجلى بها موصوفها، لكن لا لمن قامت هي به. النور يتجلى به المذكور لمن؟ ليس لمن قام النور به بل لغيره، هكذا. النور مثلا يقوم بمصباح، المصباح لا يتجلى له به شيء، بل يتجلى لإنسان بالنور الشيء وبالمذكور، هكذا. ثم ولأن إدراك الحيوانات العجم داخلة فيه وليس بعلم، فأخرجه بقوله لمن قامت به لاختصاص من بالعقلاء، لمن قامت هي به. إذن كلمة من للعقلاء، فإذا تجليات الحيوانات ليست من العلم، فإذا صفة يتجلى به المذكور لمن يعني لعاقل قامت هذه الصفة به، نعم هكذا. أي يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه، أراد بهذا التفسير يعني يتضح ويظهر، هكذا فسر المذكور. شارح أراد بهذا التفسير بيان أن المذكور في تعريف العلم هو مذكور بالقوة وليس مذكورا بالفعل، لذلك قال يذكر ويمكن أن يعبر عنه. ثم أشار إلى أمر آخر أيضا، موجودا كان أو معدوما، فهذا المذكور إما يكون موجودا أو معدوما، على كل حال هو مذكور بالقوة. وكذلك يعني المذكور في هذا التفسير إشارة إلى أن المذكور من الذكر بالكسر، وهو ما يكون باللسان، وإنما لم يجعله من المضموم، يعني لم يجعله من الذكر. المذكور ليس من الذكر هنا، الذكر ما هو؟ وهو ما يكون بالقلب، هذا هو الذكر، وضده النسيان. فإذن
لم يجعله منه. وإن صح ذكره في تعريف العلم لماذا؟ لعمومه العلم عام مثل الظن والجهل حملا لللفظ على الشائع المتبادر. لماذا هذا مذكور هو لفظ شائع؟ فإذا وهذا اللفظ يحمل على معنى شائع له متبادر لذلك حمله عليه. نعم. ثم فيشمله هذا العلم يشمل إدراكات الحواس. وهذا علم علم كذلك عند علماء الشرع علم آخر. العلم نور الله حقا وهو لا يعطى لعاس. إذن هذا نور. نعم نور الله حقا. وذاك علم أخص من هذا. هذا علم يكون لجميع العقلاء هذه الصفة. ثم وذاك علم يعني علم شرعي يحصل أو يظهر هذا النور بكثرة المعلومات الشرعية والعمل والطاعة موافقا لهذه المعلومات الشرعية. عندئذ يكون علم آخر ويكون عالما. ذاك أمر آخر. نعم. ثم فيشمل إدراك الحواس. ثم يشمل يعني ما صدقات العلم جزئيات العلم إدراكات الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية. نعم. هذا شروع في بيان أفضلية هذا التعريف عن تعريف آخر الذي سيذكره فيما بعد. يعني بعض العلماء قالوا أن العلم إن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض هكذا تعريف آخر. وكذلك هناك تعريفات كثيرة. ثم اختار الشارح هذين التعريفين لأنهما يعني أرجح التعريف. ثم بين الفرق بينهما. لذلك قال فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل. إدراك العقل عقل تصورات تصديقات يقينية وغير يقينية أيضا هكذا يشمل. لكن غير اليقينيات متى يدخل؟ لو كان التجلي لو لم يكن التجلي بمعنى الانكشاف التام. لو كان معنى التجلي الانكشاف التام فلا يدخل غير اليقينيات من التصديقات. هكذا الشارح في أخيرا سيبين أن المراد بالتجلي الانكشاف التام فيخرج التصديقات غير اليقينية. نعم. ثم فيشمل إدراك الحواس. هناك للخيال اعتراض. فيشمل إدراك الحواس لكن عده علما يخالف العرف واللغة. إدراك الحواس هل هو من العلم؟ هو عده من العلم لكن هو يقول خيالي يقول هو يخالف العرف واللغة. لماذا؟ فإن البهائم ليست من أولي العلم فيهما يعني في العرف واللغة. مع أن إدراكات الحس حواس موجودة للبهائم. البهائم لها حواس. بهذه الحواس لها إدراكات. فإذا لو كانت إدراكات الحواس علما فتكون البهائم من العقلاء من جملة العقلاء. وهذا خلاف العرف واللغة. وهذا خرج بقولنا أن من أراد به العقلاء لمن قامت به هي به. فإذا إدراكات البهائم والحيوانات خارجة بهذه الكلمة. يعني قال صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به لعاقل قامت هي به. إذن هذا خرج. أو يعني هذا إدراكات الحواس الظاهرة
لمن شأنه للمؤمن العقلاء هكذا يمكن أن يقدر. إما نحمل كلمة من واقعة على العقلاء هكذا يخرج، أو من إدراكات الحواس لمن شأنه للمؤمن العقلاء. فإذا هكذا أيضا هذا يعني مقيد بحيثية معلومة، وهكذا أيضا يخرج. ثم هنا إدراكات الحواس هو قال يعني عده علما يخالف العرف واللغة، هكذا قال الخيالي. لكن قال مصلح الدين الكستلي في حاشيته: وهو الموافق لما ذهب إليه الشيخ الأشعري رحمه الله تعالى. يعني عد إدراكات الحواس من جملة العلم كما فعل الشارح التفتازاني رحمه الله. وهو الموافق لما ذهب إليه الشيخ الأشعري من أن إدراكها من قبيل العلم، إدراكات الحواس من قبيل العلم، وهو المختار عند المتأخرين هكذا. والجمهور على أنه نوع من الإدراك ممتاز عن العلم بالماهية، وهو المناسب للعرف واللغة. هكذا شيخ الأشعري، وكذلك المختار عند المتأخرين كله إدراك الحواس من العلم. لكن الجمهور يقولون هذا إدراك الحواس هو إدراك نوع من الإدراك ممتاز عن العلم بالماهية، يعني ليس من قبيل العلم، بل هذا إدراك آخر، يعني إدراك وهو عام من العلم. نعم، وهو المناسب للعرف واللغة. نعم، هكذا. ثم وهنا ينبغي أن يدخل يعني الحواس، إدراكات الحواس في تعريف العلم. لماذا؟ هذا واجب حلا لعبارة المصنف. لماذا؟ لأن المصنف عد من أسباب العلم يعني الحواس. أسباب العلم ثلاثة، ثم قال الحواس السليمة. فإذا لو لم تكن إدراكات الحواس من جملة العلم كيف يصح هذا؟ يعني عد الحواس من أسباب العلم. فإذا المصنف عد الحواس من أسباب العلم، لأجل ذلك يدخل إدراكات الحواس من العلم، ما هما سواء كان مخالفا للعرف أو اللغة. نعم، وهؤلاء أنكروا أيضا الصوفيستائية، هم أنكروا هذا. فإذا ردا عليهم أثبت. ثم بعده: بخلاف قولهم صفة توجب التمييز لا يحتمل النقيل. وهنا بيان لمصلح الدين: لا خفاء ولا خلاف أن بين العالم والمعلوم نسبة خاصة، بها صار الأول عالما للثاني والثاني معلوما للأول. هذا كل إنسان يعلم، لا يمكن أن ينكر. هذا لا خفاء ولا خلاف في أن بين العالم والمعلوم نسبة خاصة، بهذه النسبة صار الأول عالم، يعني العالم عالم، كان عالما صار عالما. لماذا؟ لأجل نسبته بالمعلوم. لماذا كان المعلوم معلوما؟ لأجل نسبة المعلوم للعالم، هكذا نسبة. وتسمى التعلق والتميز، يمكن أن تسمى هذه النسبة تعلق العالم بالمعلوم أو تميز العالم بالمعلوم هكذا. فذهب جمهور المتكلمين إلى أن ذلك هو العلم، يعني هذا النسبة بين العالم والمعلوم، بها صار الأول عالما والثاني معلوما للأول هكذا. ثم: إذ لا دليل على ثبوت الأمر الزائد، هذا هو ثابت اتفاقا بدون خفاء ولا خلاف، فجعلوه من مقولة الإضافة. عند جمهور المتكلمين العلم من مقولة الإضافة، يعني النسبة بين العالم والمعلوم، وفسروه بأنه تمييز لا يحتمل النقيض. تمييز يعني تعلق لا يحتمل النقيض.
وعصبت بعضهم وراء ذلك صفة حقيقية، يعني هذه النسبة وراءها صفة حقيقية متحققة في الخارج موجودة في الخارج، هي مبدأه، هذه صفة مبدأ هذا العلم أو مبدأ هذا التعلق والتميز. وجعل العلم عندهم العلم عبارة عنها، فصار من الكيفيات النفسانية عندهم، العلم من الكيفيات النفسانية من الصفات النفسانية، وصار تفسيره ما ذكروه أنه صفة توجب تمييزا. أولا قال يعني والتمييز لا يحتمل النقل هكذا فقط، هؤلاء قالوا صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقل. تمييز ما معنى تمييز؟ أي كشفا لشيء، تمييز معناه الكشف يعني التجلي السابق. ثم خرج به ما عدا الإدراكات، وخرج به ما عدا الإدراكات لا يحتمل النقيل، أي لا يحتمل للشيء، خرج به ما عدا الإدراكات. فإذا يدخل أراد بالشيء كشفا للشيء، أراد به الإدراكات، ثم تمييزا لا يحتمل النقيل، هذا بقية التعريف، صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيل، أي لا يحتمله ولا يجامعه بل ينافيه ويدفعه. ثم وحاسله أنه لا يكون معه عند المميز احتمال نقيل المميز. ثم وتجويز وقوع الطرف المخالف له لا حالا ولا مآلا، فخرج الوهم والشك والظن كلها خرج. لماذا؟ هذا كلها احتمال النقيل إما في الحال أو في المآل، لأن شيئا منها لا يدفع النقيل، الوهم يجمع يجامع يجمع النقيل، الشك يجمع النقيل، والظن أيضا يجمع النقيل، لكن يعني إما باحتمال راجح أو مساو أو مرجوح. وكذلك خرج أيضا اعتقاد المخطئ والمصيب إذ يجامعه تجويز وقوع النقيل مآلا، لأنه لما لم يكن ثابتا مستندا إلى موجب جاز أن يزول ويحصل بدله اعتقاد النقيل بخلاف العلم. العلم فإنه لا يبقى معه تجويز النقيل لا في الحال لكونه جازما ولا في المآل لكونه ثابتا، فيكون العلم عبارة عن صفة ذات تعلق. نعم، فإن تعلقت بما عدا النسبة التامة تسمى تصورا، وإن تعلقت بها تسمى تصديقا إيجابيا، إن تعلقت بوقوعها وسلبيا، إن تعلقت بارتفاعها. وعلى التعريف الأولي يكون عبارة عن النفس التعلقي، هذا قال صفة العلم تمييز لا يحتمل النقيل، هذا هو نفس التعلق. وينقسم إلى التصور والتصديق باعتبار متعلقه فقط، ليس باعتبار ذاته. هكذا يعني هذا بيان جيد جدا ما شاء الله. ثم بعده تمييزا بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيل، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني، يعني صفة توجب تمييزا للشيء هكذا ذكرنا لا يحتمل النقيل، تمييزا للشيء الشيء هل يخص بالمعاني، هل يقيد بالمعاني لا يقيد بالمعاني، بل يدخل فيه يعني الموجودات الخارجية أيضا. نعم، عندئذ إدراكات الحواس داخلة، فإذا من هذا الجانب هذا التعريف والتعريف الأول سواء. لماذا؟ كلاهما يشملان إدراك الحواس، فيمكن أن يعد من أسباب هذا العلم الحواس الظاهرة. نعم، ثم وللتصورات يشمل للتصورات أيضا، لكن بناء على أنها لا نقائل لها على ما زعموا. و يعني هذا عند الشمولي
لا يشمل اطلاقا كما يشمل التعريف الأول مطلقا. التعريف الأول يشمل إدراك الحواس بدون قيد، كذلك يشمل إدراكات العقل من التصورات بدون قيد، لكن هنا يشمله بناء على عدم التقييد بالمعاني، كذلك بناء على أنها لا نقائل لها للتصورات على ما زعموا، لكن هذا مرجوح أن التصورات لها نقائل كما أشار إليه الخيالي. فيه تضعيف قولهم، ماذا؟ لأنه يبطل كثيرا من قواعد المنطق. لو ذكرنا أن التصورات ليس لها نقائل فهذا يبطل كثيرا من قواعد المنطق، مثل قولهم نقيلا المتساويين متساويان، هذا أين؟ هذا في التصورات. كذلك عكس النقيل، أخذ نقيل الموضوع محمولا وبالعكس، وهذا أيضا في التصورات. نعم. ثم لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات، لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات. هذا فإذا لو اعتبرنا هذه الاعتبارات فهو شامل يساوي مع التعريف الأول، لكن التعريف الأول يشمل غير اليقينيات من التصديقات وهذا الثاني لا يشمل. إذن ما هو الراجح صحيح والأحسن؟ ما هو الشمول أو عدم الشمول؟ هذا عدم الشمول هو الأحسن. لماذا؟ العلم يقال في مقابلة الظن، لأجل ذلك ينبغي أن لا يشمل غير اليقينيات. لذلك هو قال ولكن ينبغي أن يحمل التجلي، يعني في التعريف الأول ذكرنا التجلي، وهذا التجلي يحمل على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن، فإذا يجب إخراج غير اليقينيات فهذا لا يشمل. فإذا على كل حال هذا التعريف الأول هو الأحسن. صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، لأنه يشمل إدراك الحواس كذلك إدراك التصورات بدون قيد. أما هذا التعريف الثاني يشملهما بقيد وبناء على ضعيف وهكذا. ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة، للخلق أي للمخلوق من الملك والإنس والجن. أسباب العلم للخلق، الخلق يأتي بمعنى المخلوق. نعم. إذن هنا بذلك المعنى خلق مصدر. نعم. إذن هنا معناه الحاصل بالمصدر هو المخلوق. نعم. من الملك، من المخلوق هنا؟ يعني المخلوق عام، ليس هذه الثلاثة فقط، جمادات أيضا، حيوانات، فضلا عن الحيوانات الجمادات أيضا من الخلق، لكن لا يدخل هذه الحيوانات والجمادات في الخلق هنا. لماذا؟ هذا سياق بيان العلم وأسبابه، وهذا كما ذكرت أولا لمن شأنه العلم، من شأنه العلم الملك والإنس والجن. نعم. بخلاف علم الخالق تعالى. فإذا لما ذكر المصنف للخلق؟ لأن هذه الأسباب ليس أسبابا للعلم للخالق تعالى، لأن علمه بدون سبب. نعم. فإنه يعني فإن علمه تعالى لذاته، لذاته معناه لا لسبب من الأسباب. ما معنى لا لسبب من الأسباب بل لذاته؟ يذكر معناه، يشرح معناه الخيالي، أي ذاته تعالى كاف في حصول علمه وتعلقه بالمعلومات، وتعلقه بالمعلومات في بلا حاجة إلى شيء يفضي إلى العلم وتعلقه. أي ذاته تعالى كاف في حصول علمه، يعني علمه تعالى حضوري بالحضور. نعم.
ليس عنده علم حصولي يحصل بطريق من الطرق أو بسبب من الأسباب أو بآلة من الآيات، بل علمه تعالى يعني حضوري ذاته كاف في حصول علمه وتعلقه بالمعلومات. هذا معنى العلم، تعلق ذاته سبحانه وتعالى بالمعلومات، كيف بلا حاجة إلى شيء يفضي إلى العلم وتعلقه، هكذا ليس هناك شيء. فإذن عندما قال أن هذه الأسباب لحصول العلم للخلق، لم يرد أن هناك أسبابا هي أسباب للعلم للخالق، بل أراد أن علمه تعالى بدون سبب. هكذا. فإذن هل يكون هذا بمعنى قول المعتزلة بتعطيل الصفات؟ لا يكون معناه تعطيل الصفات. نعم، لماذا بينه مصلح الدين الكستلي؟ أراد أن ذاته تعالى كاف في حصول صفة قديمة قائمة به تعالى يوجب انكشاف المعلومات له تعالى. يعني ذاته تعالى كاف في أي شيء؟ في حصول العلم، معناه العلم صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، كما سيأتي. علم الله تعالى، ما معنى علم الله تعالى؟ علمه تعالى صفة قائمة قديمة بذاته تعالى، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى. فإذا هذه الصفة حاصلة لذاته تعالى، ثم يوجب هذه الصفة يوجب انكشاف المعلومات له تعالى، لا أنه كاف في نفس الانكشاف. ذاته كاف في نفس الانكشاف بدون أن تكون وراءه صفة حقيقية قائمة بذاته تعالى هي منشأ هذا الانكشاف. نعم، لو كان هذا معناه، يعني ذاته كاف في نفس الانكشاف بدون هذه الصفة الحقيقية القائمة بذاته، يكون ذلك رأي المعتزلة. هم يعطلون، نفوا الصفات في ذاته تعالى على ما يراه المعتزلة والفلاسفة أيضا. نعم، كما سبق أن ذكرنا أن المعتزلة تشبثوا بأديان الفلاسفة في نفي صفات الله تعالى. نعم، فلهذا أردف قوله لذاته بقوله لا بسبب من الأسباب. نعم، ثم بعد ذلك هذا أسباب العلم للخلق ثلاثة، ثم الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. سنشرح فيما بعد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.